فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن ينشف الوجه واليدان بالمنشفة قبل غسل الرجلين في الوضوء، خاصة إذا كان يشق على الإنسان أن يترك عضوه غير منشف قبل إتمام الوضوء؟ إذا كان ما يفوت الموالاة، يعني ما يفوت الموالاة، فلا بأس بذلك عند الحاجة. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.